مشاهدين أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في جولتنا السودان هذا المساء من قناة الشروق. أبدأها بالعناوين. قمة ثلاثية في يوغندا بمشاركة نائب الرئيس الكيني تبحث مستقبل السلام في دولة جنوب السودان. نائب العام يؤكد حاجة السودان إلى رفع القدرات في مجال مكافحة الفساد وغسل الأموال. وزير المالية والاقتصاد يؤكد استمرار الحكومة في دعم السلع الاستراتيجية. أهلا بكم مشاهدينا. عقدت في يوغندا قمة ثلاثية ضمت رؤساء السودان وجنوب السودان ويوغندا، وبحثت القمة قضايا الحرب والسلام في المنطقة وأوجه التعاون السياسي والأمني بين الدول الثلاث. وركزت القمة التي حضرها نائب الرئيس الكيني على ضرورة تطورات الأوضاع بدولة جنوب السودان وسير تنفيذ اتفاقية السلام الموقعة بين فرقاء جنوب السودان بالخرطوم بوساطة ورعاية السودان. وتسعى دول الجوار إلى الوصول إلى تسوية سياسية في دولة جنوب السودان مع قرب انتهاء الفترة الانتقالية الثاني عشر من الشهر الحالي الذي يوافق الخميس القادم، حيث ينتظر تشكيل حكومة وحدة وطنية لقيادة دولة جنوب السودان في المرحلة المقبلة. قال النائب العام تاج السير علي الحبر إن السودان بحاجة إلى عون فني لبناء القدرات في مجال تحريات مكافحة الفساد وغسل الأموال. وأعلن الحبر خلال لقائه وفد البنك الدولي عن لجنة بوزارة المالية تعمل على تعديل كافة اللوائح المتعلقة بالقوانين المالية تشمل الضرائب والجمارك وإجراءات التسويات التي تتم بشأنها. وقال إن نقاشا مكثفا سيجري خلال الفترة القادمة بشأن قانون مفوضية مكافحة الفساد. وأبلغ الحبر البنك الدولي أن هناك حاجة ملحة للدعم الفني وبناء القدرات لأعضاء النيابة وبقية الجهات ذات الصلة في مجال تحريات مكافحة الفساد وغسل الأموال والمواضيع الأخرى ذات الصلة. وقال النائب العام إن هناك خطوات جادة لمراجعة التشريعات التي لا تتفق مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق عليها السودان حتى يكون هناك التزام بالمعاهدات الدولية. ابتدر تجار بسوق ليبيا بالخرطوم برنامجا لدعم جهود السلام والتنمية بولاية جنوب كردفان. وشهد عضو مجلس السيادة صديق تاور ووالي جنوب كردفان تدشين البرنامج، وذلك دعما للمبادرة التي تهدف إلى حشد الدعم والسند لجهود الحكومة في تحقيق السلام. وأكد محمد إسماعيل ممثل سوق ليبيا وأبو زيد ولجان المقاومة بسوق ليبيا وأبو زيد دعمهم اللامحدود للسلام، ووصفه بالهدف الاستراتيجي. وأعلن عن تسيير قوافل لولايات السودان المختلفة، كما أشار إلى أن قافلة جنوب كردفان جاءت لمساعدة 1000 أسرة وتشتمل على مساعدات غذائية ومواد إيواء ودواء لأهل جنوب كردفان وللعائدين من مناطق الحركة الشعبية. بنحلم يا جماعة باقتصاد متعافى، بنحلم بمواصلات، بنحلم بجازولين، بنحلم بمستشفيات، كل الحاجات يا جماعة ما بتتحقق إلا يكون في إحلال سلام شامل في كل أنحاء السودان. عشان كده يا جماعة احنا قلنا نقول شنو؟ قلنا قوافل السلام والتنمية، وقلنا السلام أولاً. السلام أولاً يا جماعة، قلنا احنا عشان في النهاية الأمور تمشي تمام والاقتصاد يتعافى. هذا وامتدح صديق تاور عضو مجلس السيادة الانتقالي جهود تجار سوق ليبيا لدعمهم الكبير من أجل السلام لأهل جنوب كردفان، وقال إن المبادرات تأتي تأكيدا لمساندة الجميع وجهود السلام الذي قال إنه بات وشيكا. نشيلها نحن مع بعض، نقعد مع بعض، نتكاشف، نتواجه، نخطط لها مع بعض، وهي الشيلة شيلتنا كلنا. يعني كان ممكن التجار البادروا بهذه المبادرة يقولوا والله السلام ده موضوع الحكومة ما عندنا به دخل، لكن الوعي والإحساس بالمسؤولية والإحساس بأننا حاجة واحدة ويد واحدة وإنه بلدنا ما بتمرق إلا نكون حاجة واحدة هي اللي بتمرقنا. وفي السياق أكد رشاد عبد الحميد والي جنوب كردفان أن الولاية تشهد الأمن والاستقرار في جميع محلياتها، وأشار إلى أنه هناك بشريات للسلام بدأت تعم أرجاء الولاية. وقال أن هناك أعدادا كبيرة من المواطنين يعودون من مناطق الحركة الشعبية إلى مدن الولاية. بعد هذا التغيير الذي أتى بأن
يعم السلام ولاية جنوب كردفان. وأكد لكم إنه الآن ولاية جنوب كردفان وقبل المفاوضات التي مشت لجوبا إنه نحن في ولاية جنوب كردفان بدينا السلام. نحن الآن في ولاية جنوب كردفان السلام عمّا ولاية جنوب كردفان. أكد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي إبراهيم البدوي استمرار الحكومة في دعم السلع الاستراتيجية إلى حين الوصول إلى دعم لأكثر فاعلية. وقال وزير المالية إبراهيم البدوي إن الحكومة الانتقالية تدرك إدراكا كاملا الأزمة المعيشية المستفحلة. وعقب مشاركته في منبر شركاء السودان الدوليين أرجع البدوي الأزمة الحالية إلى سوء إدارة الاقتصاد، وأوضح أن تركة النظام السابق تمثلت في عوامل عديدة أهمها وجود اسم السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب، بالإضافة إلى الديون الخارجية التي تقدر بنحو 54 مليار دولار. وأكد حاجة السودان لدعم من الشركاء الدوليين لمعالجة بعض الأزمات المعيشية، وتوقع أن تنقل موازنة العام المقبل المواطن السوداني من مواطن مستهلك إلى مواطن منتج يوفر احتياجاته عن طريق الإنتاج الزراعي والصناعي. أما اجتماع وكيل أول وزارة الثقافة والإعلام الرشيد سعيد بقطاع الإعلام الخاص على أن المؤسسات الإعلامية هي من تحدد المحتوى الإعلامي في إطار القواعد العامة عبر ميثاق شرف يتفق عليه، وبحث الاجتماع الذي خصص للإذاعات والقنوات الفضائية الخاصة كيفية تذليل العقبات التي تواجه الإعلام الخاص ليسهم بدوره في تجاوز تحديات المرحلة والتي يأتي إنجاز السلام الشامل على رأس أولوياتها. من الثورة إلى الدولة نقلة نوعية، معلوم بالضرورة أنها تتطلب وعيا وإدراكا كبيرين لأهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه الآلة الإعلامية في سبر أقوار هذا المشوار الطويل نحو الأهداف التي يلتقي عندها كل أفراد الشعب السوداني. وزارة الثقافة والإعلام التي بحثت في هذا اللقاء كيفية تذليل العقبات أمام قطاع الإعلام الخاص لينهض بأدواره تجاه أولويات المرحلة أكدت بذلك ما ذهبت إليه الثورة في إزكاء روح الحرية إلا فيما يهدم أركان النظام الديمقراطي. المسألة دي نحن محتاجين للحكومة إنها تعالجها، يعني ما بيقدر الإعلام يعالج منتجه، ما بيقدر يتعالج منتجه، لكن ده محتاج الدولة ذاتها والمجتمع إنه يساعدهم في إنه يتحول لمؤسسات كبيرة. يعني المؤسسات الإعلامية هي من تحدد المحتوى الإعلامي في إطار القواعد العامة عبر ميثاق شرف يتفق عليه، مخرج مهم لهذا اللقاء حفز آخرين للانطلاق عبر مبادرات إعلامية جديدة خاصة على مستوى الإعلام الإلكتروني. الحمد لله اليوم عملنا على تدشين موقع رياح نيوز، هو موقع في الأصل متخصص في عرض أهم قضايا وملفات الإرهاب، الهجرة وقضايا الاقتصاد والنزاعات. باعتبار أن هذه الفكرة جاءت بعد دراسة متعمقة تتصل بأن العالم بات يؤثر ويتأثر بمجمل هذه القضايا الأربع، والسودان ليس بالدولة المعزولة عن هذه القضايا باعتبار موقع الجغرافي بدءا وانتهاءا، بأن هذه القضايا لها أبعاد سياسية واجتماعية واقتصادية ومؤثرات بشكل أو بآخر على حياة الناس بشكل وبصورة يومية. تنظيم العلاقة بين الدولة والأجهزة الإعلامية المختلفة ضرورة تؤكد عليها مواثيق الشرف الإعلامية المحلية والدولية خدمة للرسالة السامية التي تطلع بها هذه المؤسسات. مصطفى عبيد الله، الشروق، الخرطوم. ولمزيد من التحليل حول هذا الموضوع وأهميته ينضم إلينا داخل الاستوديو السيد محمد عبد الله والدبوك المتخصص في الشؤون القانونية. سيد والدبوك مساء الخير. السلام ورحمة الله. نحن الآن بحاجة إلى ثورة أيضا في مجال الإعلام، طالما أن هناك ثورة سياسية واجتماعية كبيرة جدا، إلى أي درجة يمكن أن ننظر إلى أن هذه الورشة جاءت في وقتها تماما؟ بدون شك الثورة يجب أن تنتظم مناحي الحياة المختلفة، سواء كان ذلك سياسيا أو اقتصاديا أو اجتماعيا، وهنا نتحدث عن سلطات ثلاثة: سلطة تنفيذية، سلطة تشريعية، سلطة قضائية، ولكن الناس يتحدثون عن سلطة رابعة هي سلطة الإعلام. وبدون شك سلطة الإعلام هي الأخرى
تحتاج إلى ثورة تصحيح ودفع يعني حتى يتحرك المجتمع كله بإعلام سياسي واقتصادي وتنموي مضبوط ومنضبط يساهم في حركة الوعي الاقتصادي والسياسي والاجتماعي. إذن الإعلام لا يقل أهمية عن السلطات المختلفة الأساسية للدولة، وهو ربما يتقدم هذه السلطات ويشكل وجهتها الأساسية وسط الرسالة الإعلامية الحقيقية التي يريد أن تتشكل في الرأي العام السوداني. نعم. بما أنك رجل قانوني ومتابع لهذا الملف، نعتبر أن القانون ضرورة ملحة الآن في هذه المرحلة بالتحديد الذي ينظم هذا العمل. هل في السودان الآن قانون يتيح هذه الفرص والحريات؟ وطبعا نحن نتحدث عن قانون ونتحدث عن حريات، ومن أكبر الإنجازات والمكاسب التي تحققت بعد التغيير مسألة الحرية، الحريات العامة التي يجب أن يضبطها القانون، يجب أن يوجهها القانون، حريات للجميع. وهنا نتحدث كذلك عن دولة القانون ودولة المؤسسات. فإذا ما أردنا للإعلام الخاص وكان تلفزيون أو إذاعة أن يطلع بمسؤوليته الوطنية والأخلاقية وأن يتكامل في تشكيل الرأي العام الوطني والتغيير المنشود مع الإعلام الرسمي، يجب على الدولة أن تؤسس علاقة فيها نوع من الشراكة والمسؤولية الوطنية والأخلاقية، وهذه العلاقة لا يمكن أن تؤسس بناء على كلام في الهواء، يجب أن يضبطها قانون. وهنا يجب أن تقنن هذه العلاقة بعقود وبعهود مكتوبة تجعل من المسؤولية الوطنية على درجة سواء بين الحاكم وهذه الفضائيات الحكومة وهذه الفضائيات أو هذه الإذاعات، وكذلك لنحدد المسؤولية كذلك إذا ما وقع تجاوز مسؤولية تقصيرية ليتحمل من وقع في هذه المسؤولية مسؤوليته أمام القانون وأمام الحاكم. نعم. على الدولة أن تدعم في بعض النماذج التي جرت من في الدول حولنا الإعلام الخاص، الدولة لا تصنف كأنه خصم عليها وإنما هو يتكامل مع أدوارها الوطنية، لأنه لا ينفع لا يمكن للإعلام الرسمي وحده أن يملأ الفراغات وأن يسدها، ولذلك على الإعلام الخاص على الدولة أن تدعمه حتى ماليا. ناهيك عن أن الدعم الفني والتدريب هي مسؤولية الحكومة تجاه هذا الإعلام، ولذلك عندما تدعم الدولة هذا الإعلام دعم فني دعم مادي وتؤسس لشراكة فيها نوع من الثقة الكل رسمي وخاص، الغرض حقه الأساسي هو أن تشكل الساحة الإعلامية بطريقة وطنية وأخلاقية مسؤولة. هنا نتحدث عن انفراجة وعن تطور كبير في الإعلام الخاص. أستاذ ودبوك السودان حديث عهد بالتجارب القنوات الخاصة والإذاعات الخاصة أيضا، إلى أي درجة يمكن أن نقول هذه التجربة على يعني جديتها وعلى أقل حداثتها يمكن أن تؤسس لعمل كبير جدا يساهم في هذا العمل الوطني؟ وبدون شك الآن تتعدد الفضائيات والإذاعات الخاصة، وهذه الإذاعات أصبح لديها كسب وتأثير في الرأي العام وأصبح لديها جمهور كبير وعريض. هذا الجمهور في بعض الأحيان يخاصم ويقاطع حتى أجهزة الحكومة الرسمية سواء كان تلفزيون أو إذاعة، لأن مساحة الحرية مساحة الحركة مساحة المحتوى الإعلامي، وهنا كويس وزير وكيل الوزارة يتحدث عن إنه هذه الفضائيات هذه هي لديها حرية المطلقة في تحديد المحتوى الإعلامي في ظل انفتاح في ظل تغيير، ولذلك الإعلام الخاص الآن أصبح لديه كسبه تأثيره وحركته التي تتجاوز حتى تأثير وحركة الإعلام الرسمي الحكومي. وبالتالي ليس من مصلحة الحكومة أن تعمل على تقييد أو ظلم هذا القطاع بهذه التجربة. بدون شك السودان الآن في أكثر من إعلام تلفزيون وإذاعة الآن حتى مسموعة خارجيا، وبالتالي هذه التجربة تزداد يوم بعد يوم في التراكم في التجارب حتى نقترب من تجارب دول إقليمية ودولية في الإعلام الخاص. مثلا الجزيرة هي تستقل عن الوضع الرسمي، الآن أصبح لديها تأثير على المستوى العربي والإفريقي وحتى العالمي والغربي والغربي. ولا يمكن للإعلام الرسمي أن يصل هذه المستويات إلا من خلال علاقات تنبني في الإعلام الخاص، وهذه مساحة يجب أن تؤسس من خلال هذه المرحلة الجديدة. نعم، الإعلام الخاص يقوم بدور كبير جدا وشراكة استراتيجية من أجل بناء الوطن، لكن إلى أي درجة يستفيد القائمون على أمر الإعلام الخاص إذا كان من صحفيين أو غيره من المهتمين بهذا المجال بالقيام بهذه المسؤولية مع الحرص على البناء الوطني؟ وطبعا بدون شك هذه هي المسؤولية التاريخية على عاتقهم، إنه الإعلام ده مهم وهم أصلا من أبناء الوطن وهذه الفضائيات هي في الوطن، وبالتالي لا تستطيع أن تخرج عن الحس الوطني المسؤول وعن القضية الرئيسية والأساسية. الآن نعيش أزمة لديها انعكاسات
ومثلا قضية السلام وردت في حديث الأخ وكيل وزارة الثقافة والإعلام يتحدث عن أنه مثلا السلام هو أو الإعلام يجب أن يهتم بقضية السلام لأن هي القضية الأولى والأخيرة المفتاحية التي لديها أثر في أمن الناس، اقتصاد الناس، معاش الناس، علاقاتنا حتى الخارجية مربوطة بتحقيق السلام. إذن هذه القضية هي قضية وطنية، وأنا أعتقد القائمين على أمر الإعلام الخاص هم أبناء الوطن ولديهم بعد مثل ما للوزير مثل ما للرسمي يعني بعد أخلاقي وقيمي ووطني، كذلك ينطبق عليهم تماما، يمكن أن يساهموا مساهمة كبيرة في بناء السلام وتحقيقه حتى على الأقل الوضع الاجتماعي المعقد والمصالحات الوطنية. نعم، في تقديرك هل بالإمكان الآن الاستفادة من هذا الجو من الحريات وقيام مؤسسات كبيرة، خاصة أنه هذه الأيام نسمع أن هناك مؤسسات كبيرة جدا سيتم افتتاحها، هل الأجواء مناسبة الآن مواكبة، هل رأس المال الوطني يمكن أن يساهم في تحقيق هذه الفضائيات والإذاعات؟ وطبعا مسألة رأس المال هي العقبة الكؤود والرئيسية التي تواجه الإعلام الخاص، وكيف رأينا في الأيام القادمة أن أكثر من فضائية محترمة ساهمت مساهمة سياسية واقتصادية وإعلامية كبيرة في تشكيل الوجدان والبعد الوطني لأهل السودان تأثرت بالأزمة الاقتصادية والآن تراجع دورها، ويجب أن لا تترك الحكومة هذا النوع من الأزمات يتغلغل وسط هذا الإعلام الخاص حتى يقع، لأن ذلك سيكون خصم على الإعلام الرسمي. وبالتالي أنا أعتقد واحدة من التحديات الكبيرة التي تواجه شكل العلاقة بين الإعلام الخاص والقائمين على أمره والحكومة هو أن الحكومة نفسها زي ما ذكرت في تجارب دول إقليمية ودولية عليها أن تدعم هذا الإعلام الخاص حتى يقوم ويطلع بمسؤوليته، وهنا ستتكامل الأدوار وسيتحرك في مساحات بعيدة عن مساحات حتى الإعلام الرسمي الحكومي. طيب كيف يتم هذا الدعم المباشر لهذه القنوات؟ طبعا يعني ممكن يتعدد شكل الدعم وينضبط، ما الحكومة في النهاية تريد إعلام مسؤول، إعلام يوجه الهدف الكلي مثلا نحو قضية السلام، نحو قضية الوفاق، نحو قضية الحريات، نحو قضية التحول، نحو قضية أن ينطلق وأن يتعافى المجتمع من الأمراض الاجتماعية وأن يتحرر من قيود اجتماعية قديمة ليبني وحدة وطنية يتماسك فيها الجميع، ليست مكان للقبيلة فيها ولا الجهة ولا الأعراق ولا الأجناس هكذا، وهذا من فائدة الحكومة. ولذلك أنا أعتقد المسافة ستتحدد بالقانون والشراكة ستتحدد بالقانون، والقانون هو الذي يحدد، لأن المال مال عام ونتحدث عن نسب بتاعت مشاركة، يمكن أن يكون للحكومة نصيب في أرباحها أو الاستثمار في الإعلام، يمكن أن تتحدد هذه المسؤوليات وتتكامل الأدوار في هذا الاتجاه. نعم، أخيرا سيد والدبوك، نحن أمام مرحلة مقبلة مهمة جدا وهي مرحلة انتخابات تلي المرحلة الانتقالية، وهذا يحتاج أيضا إلى إعلام واعي جدا يقود إعلام معارضة وإعلام داعم للسلطة الحاكمة. إلى أي درجة يمكن أن نؤسس أو تؤسس هذه المرحلة الانتقالية لإعلام فاعل حقيقي؟ طبعا لا 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 ليس مقبولا بعد التغيير الجرى أن يتم تكميمي للأفواه وتضييق لمساحة الرأي الآخر. الشعب السوداني أنجز التغيير، صحيح أن هناك ظروف اقتصادية، ظروف معيشية ضاغطة، ولكن قضية الحرية في أن ينطلق في بلد بحرية تامة دون قيود من أحد، لا من سلطة ولا من جهات، هذه هي الأهداف الكبيرة التي جرى من خلال التغيير. إذن نريد أن ينطلق إعلام الحكومة وأن ينطلق إعلام المعارضة والكل يرسم لوحة وطنية زاهية، الغرض الأساسي فيها الإعلام الحاكم والإعلام المعارض هو بناء الوطن وعكس هذه اللوحة الكبيرة من التسامح، من التغيير التاريخي، من الوفاق، من التماسك في دولتنا وفي مجتمعنا حتى نبني بلد قوي يستطيع أن يتحرك وسط إقليمه ووسط العالم كله بفاعلية وبقدرة عالية. الخبير القانوني محمد عبد الله والدبوك كنت معنا مباشرة في الخرطوم، شكرا جزيلا. شكرا. خاطب محمد حسن محمد نور المدير التنفيذي للتأمين الصحي بولاية النيل الأبيض بكوسي اليوم ختام فعاليات ورشة خلق الفرص والتفكير الإبداعي التي نظمتها إدارة الشؤون المالية والإدارية قسم الموارد البشرية. وأوضح محمد حسن المدير التنفيذي للتأمين الصحي أن الورشة تأتي في إطار اهتمام التأمين الصحي بالمورد البشري وتنمية قدرات الكوادر لمزيد من التطور في الأداء. وقال إن العام 2020 هو عام التدريب بالتأمين الصحي في مختلف الإدارات. في إطار سياسة الصندوق العمومي للتأمين الصحي
بالتعاون مع مركز الرواد للتدريب أقمنا دورة تدريبية في التفكير الإبداعي وخلق الفرص، وحقيقة كانت دورة مميزة طيلة الثلاث أيام، استفاد منها الدارسين فائدة تنعكس إن شاء الله على طبيعة عملهم، وإن شاء الله في العام القادم سياسة الصندوق إنه يكون عام 2020 عام للتدريب، وكل عامل أو كل موظف في التأمين الصحي يلقى فرصة إنه يتدرب، والاستثمار حقيقة في الكادر البشري هو استثمار بيعود حتى باستثمار مالي.